السلام عليكم. اليوم رانا في المارينا نتاع ارديس للمستثمر هذاك الدحلي اللي راه عنده يعني مشاكل مع الوصايه، واللي الاشغال تاع المارينا هذه يعني تقرب من النهايه، يعني الاشغال تاع الهندسه المدنيه نتاع لي كي وقايتك كلها انتهت. بقات مسألة تهيئة، وللعلم انه راني هنا يعني في وسط المارينا هذه، وسوف اعلمكم بكل ما صغيرة وكبيرة عن الوضعية اللي راهي فيها المارينا هذه، وحاجة اللي أدهشتني هي أنه عندما تكون فيها، عندما تكون في داخل المارينا هذه، يعني تحس أنه الشساعة نتاعها كبيرة جدا، يعني ممكن هنا المارينا هذه لو يتم إنشاؤها يعني والفينيسيون تاعها واستغلالها يعني راح تكون يعني رائعة، وممكن تدير فيها بزاف حوايج، يعني مارينا كبيرة 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 والشكل ديالها رائع، شكل جميل، عنده بعض النوع من الانسيابية في لا فورم نتاع لوكي برينسيبال، باسكو فيها يعني عدة أرصية، يعني دي كي بليزيور كي، عند أرصفة ولا تاع الروسو، يعني تتزين هذه المارينا كي تنتهي الأشغال بها، لو يعني تكفل بها الدولة وتكمل الأشغال. وكذلك فيه نشاهد هنا، نشاهد العمارات مشاريع، وهنا يبان المسجد الأعظم أو المسجد الكبير، العظمة لله. وهنا راني أمام الحاجز المائي ولا لا ديك نتاع المارينا هذه، واللي العلو تاعها حوالي 6 أمتار، 5 إلى 6 أمتار، والطول ديالها حوالي 300 إلى 500 متر، جاية على شكل انسيابي كما قلنا دائري. والله المارينا كبيرة، حبيت نروح من الجهة اللي ملهيه، من الجهة المقابلة، لكن بعيدة حوالي، إلا مشينا على 3 جهات حوالي تقريبا 1 كيلومتر. وهنا رانا في حرارة، الشمس حارة، ممكن نصور الجهة الأخرى في مناسبة أخرى إن شاء الله، وين تكون الأشغال عودة روبرونات، ويعني الأمور تحسنت، لأن والله مدينة الجزائر فيها حوالي تقريب 5 ملايين نسمة، ونحتاج إلى مثل هذه الفضاءات الخاصة المقابلة للبحر لترفيه عن النفس ولقضاء يعني أوقات مريحة، عوض أن الإنسان يقضي أوقاته عن الشباب وكذا والعائلات في أوقات أخرى إلى يعني ما فيهاش فايدة. يعني والله إن شاء الله السلطات تعاود تبرني المشروع هذا وتاخذه بعين الاعتبار، وتشوف حلول بالتراضي مع صاحب المشروع لكي يتجسد إن شاء الله لصالح الجزائر والجزائريين. السلام عليكم.